جميلاتي في كل مكان، اهلا بيكم. حلقه جديده مع دكتور شيرين محي الدين. النهارده هنتكلم على الناس اللي بتسالني وانا ليه مضطره احقن بوتوكس، ولا هو لازم احقنه، وايه السايد افكت بتاعته، وهو بيعمل ايه. خلينا نفهم ايه هو البوتوكس. هو البوتوكس ماده امنه بتتحقن جوه العضله عشان تقلل حركتها، وبالتالي تقلل شكل التجعيده اللي العضله مسبباها. بس كده، يعني هو لا بينفخ ولا بيغير شكلي ولا بيعمل لي شكل جديد ولا بيعدل حاجه ولا اي شيء، غير ان شكل التجاعيد الحركيه اللي مضايقاني، ان انا مدياني لوك مش حلو، ان انا قاعده مثلا على طول شكلي مكشر، عندي 111 هنا، ان انا يا دوبك ببتسم الاقي كراوس فيت هنا، او ان انا شكل كل دي مجعده. ده لوك مش لطيف ابدا ابدا، بيديكي يعني بيدي اللي قدامك انطباع مش صح عن الكاركتر بتاعك. كل اللي بنعمله ان احنا بنعدل الرياكشن ده، لكن مش بنغير حاجه في شكله. طيب، مين اللي لازم يحقنه ومين اللي المفروض يحقنه؟ حاجه زي ناس عندها مثلا تجاعيد قويه في الجبين، خطوط قويه في الجبين بتيجي مع اقل حركه في طريقه كلامها، زي الصوره دي. الصوره دي لو عملت كده، رفعت عينيها، رفعت حواجبها، اتكلمت، عبرت، بتظهر خطوط كتير قوي جنب بعضها، شكلها ملفت للنظر ومديه انطباع ان اللي قدامها مكشر او شكله اجريسيف. كمان احنا ممكن نستخدمه في حالات علاجيه، زي الناس اللي عندها اوفر في الافراز العرقي في الاندر ارم، او في كفوف ايديها، او في رجليها عندها فرط في افراز الغدد العرقيه، فدي طبعا بتسبب لها مشاكل كتير جدا. حقن البوتوكس بيقلل الافراز التعرق في الاماكن دي وبدون اي مشاكل او اي سايد افكت، ومفيش اي بيبر قالت ان في اي مشكله من ان انا احقن البوتوكس في الاماكن دي عشان اعالج الجزئيات دي. حاجه كمان زي الصوره دي، دي عندها حاجه اسمها الجامي سمايل، او الابتسامه اللثويه، اللي هي مجرد ما بتبتسم اللثه بتاعتها كلها بتطلع بره، فيبان لك انها شخص عنده ضب، سواء ولد او بنت، شكله ملفت جدا، بتتكسف تضحك او بيتكسف يضحك، لان مجرد ما بتبتسم العضله قويه في حركتها، فبتبعد قوي، فبتبين لي ان في ضب او في اللثه بتاعتها باينه زي الصوره بالظبط. مجرد بوينتس بسيطه من البوتوكس بتبتدي تقلل حركه العضله هنا، فتخلي الابتسامه شكلها طبيعي. طيب، ايه يا دكتور السن اللي المفروض يحقن؟ عايز اقول لكم يا جماعه ان البوتوكس مش مرتبط باي سن، ملوش علاقه بالسن، يعني هو مش مربوط بالناس اللي كبرت في السن، ومش مربوط بالناس اللي هي عندها تجاعيد نظرا لانها مثلا العمر تقدم بيها او الكلام ده كله. البوتوكس مرتبط بالناس اللي عندها فرط في الحركه، حركه الماسلز بتاعتها قويه، بتعبر كتير، بتتكلم كتير، العضله عندها شغاله بقوه، فبالتالي عامله شكل التجاعيد. ممكن الكلام ده يكون وسني صغير، ممكن اكون سني صغير ولكن عندي تركيز قوي، فعندي هنا على طول 111. ممكن ببقى سايقه مثلا في شمس عامله كده على طول، مركزه مثلا في محاضره، مركزه في حاجه دايما عامله كده، او مثلا انا عندي مشكله بصريه في النظر، بلبس النضاره، في حاجه بتخليني اعمل كده على طول، فبالتالي المنطقه دي بتبتدي تبان ال 111 اللي هي على طول انا مكشره. برضو البوتوكس بيحل المشكله دي بمنتهى السهوله، زي الصوره دي كده بالظبط، يعني هو مش مرتبط بان انا اكون كبيره او اكون صغيره. طيب، الناس اللي هي بتعتبر ان الاجراء ده بدري، انا لسه صغيره، انا هحقنه ليه دلوقتي؟ بيحصل ايه؟ الفكره ان العضله بتفضل شغاله بنفس القوه، لان احنا مش بنهبط او بنوقف حركتها، فبالتالي بعد شويه الخطوط اللي بتيجي نتيجه للحركه بتبتدي تحفر مكانها وتثبت، تبقى خلاص هي مش متحركه، انا ببقى ثابته خالص، مش بعمل اي حاجه، والخط واضح، مش مكشره ولكن خط التكشيره باين، مش مركزه ولا انه باين، زي الصوره دي بالظبط. الصوره دي اتاخرت قوي على ما فكرت تحقن بوتوكس، فلما حقنته ده كان شكلها، الحركه قلت، التجاعيد قلت، ولكن الخطوط اللي حفرت استيل فضلت زي ما هي، والبوتوكس ما اثرش فيها. ده نتيجه انها معتقده ان انا لسه صغيره وابقى حقنه لما اكبر، هو بالعكس نتيجته افضل في الوقت ده طالما انت محتاجه. طيب يا دكتور، هو البوتوكس ده انا محتاجه الاجراء اكرره؟ يعني انا كل شويه اروح احقنه؟ ايوه، هو اجراء زي ما قلت لك بيوقف حركه العضله لمده معينه، وعلى حسب الاكتيفيتي بتاعه العضله دي، يعني مثلا ميل غير الفيميل، انا حركتي قويه غير انا ستيبل او هاديه شويه في رياكشناتي، انا صغيره غير انا كبيره، كل دي بتفرق. ففي النهايه البوتوكس بيقعد معاكي من 3 ل 6 شهور، ولا يتعدى الست شهور على مستوى العالم البوتوكس علميا
والبيبر بتاعته كلها بتقول انه لا يتعدى 6 شهور وبيبتدي يروح من اول ال3 شهور سنه بسنه، يعني مش بيروح كومبليتلي كده لا، وبيروح حته بحته. في النهايه البوتوكس اجراء طبي بسيط بياخد منك 10 دقائق، غير مؤلم، ملوش داون تايم، يعني مش شرط اقعد في البيت عشان حقنت بوتوكس، شكلي مش بيتغير فيك اللي هو حد يشوفني يقول لي عامله ايه خالص. كل الموضوع انه بيديني سن اصغر، شكل احلى، رياكشناتي بتبقى بسيطه، فبدي انطباع للي قدامي ان انا كمان شخصيه بسيطه بس كده.